يتشابك سعف نبات الحلفة بطريقة معقدة ليشكل ضفائر تتحول إلى سلال وأدوات منزلية أخرى. هذه الحرفة هي الشغف محمد الشيباني وعمل عائلته منذ زمن. الحرفي البالغ من العمر 52 عاماً يجمع عشبة الحلفاء من جبال مسلاتة ويستخدمها في صنع سلال مختلفة الأشكال والأحجام، كانت تستخدم في الماضي في المنازل التقليدية. تعلم الشيباني هذه الحرفة من والده منذ الصغر، إذ كانت العمل الوحيد لجده ووالده ومصدر رزقهما. هذه حرفة صعبة، من الحرف الصعبة، لأنها هي كلها ضفيرة وعدد عندها عدد لازم أنك تفهمها وتبي جهد. إحنا يدينا مدارات منها لين ماتن، معناها يبسن خلاص، لابد تبي يد قوية باش تيبس تمرن معاها وتضفيرها في أي حاجة، وصعبة خدمتها الحق. هذه الصناعة التي تعود إلى قرون من الزمان كانت مصدر دخل رئيسي لكثير من الليبيين، ويقول العاملون في هذه الصناعة إن البعض زاد اهتمامهم بها حاليا مع تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد. وتعلق الشيباني بهذه الحرفة وأحبها، ويريد أن ينقلها لأبنائه للحفاظ عليها من الاندثار. ما أنت تجيب خبزة في القفة أو خضرة في القفة خير من النايل اللي يديروا فيه توا كل مواد مسرطنة وكل شيء معناه، لكن لما تجيبها في القفة لأن هي نبتة طبيعية، وطبعا هي الحلفة نبات طبيعي 100%، لا يدير في لا يطلق في شيء، معناها مواد ما فيش مواد حافظة، بكل طبيعي. يمكن أن يستغرق صنع سلة واحدة بضع ساعات، وتباع مقابل 20 دينارا في المتوسط، ورغم أنه سعر زهيد لأنه يمثل لمحمد وغيره ممن يمتهنون هذه الحرفة شيئا كبيرا.